أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في رواية أخرى. رواية اليوم عن سوريا، سوريا التي حكمها الرئيس حافظ الأسد بقبضة من حديد لنحو 30 عاما، وبعدها ورثها لابنه. ضيفنا اليوم المثقف والمعارض السوري السيد ميشيل كيلو ليحدثنا عن سوريا. مرحبا بك سيد ميشيل. أهلا وسهلا بك. أهلا سيد ميشيل، أنت من عائلة مسيحية من اللاذقية، ولدت عام 40. أريد أن أعرف، عندما بدأت تكبر وسط هذه العائلة، كنت تشعر بأن الأقلية المسيحية في سوريا مهددة كما يوحي البعض؟ أبدا لم تكن مهددة ولا شيء. كان من كل 3 مدراء بالدولة السورية 2 مسيحيين، كان بالوزارة في دائما 4 إلى 5 مسيحيين، بعكس أيام البعث اللي كان في 1 من حوران و1 من الشمال، ومحسوبة تماما أنه طائفيا ما بيطلعوا المسيحيين أكثر من وزيرين. ما كان في نهائيا فكرة أنه هذا مسيحي وهذا غير مسيحي. العالم كانت تتوظف انطلاقا من بشكل رئيسي، انطلاقا من يا أما معايير سياسية أو معايير كفاءة، باعتبار المسيحيين ما كانوا منخرطين بالسياسات الحزبية كقطاع كجمهور واسع. نعم. مع أنه بعض أهم قيادات العمل الوطني كانوا مسيحيين مثل ميشيل عفلق مثلا. فكانوا يؤخذوا على كفاءاتهم. حتى تاخذ فكرة، الجيش كان فيه 4 شعب بالأركان، 2 منهم كانوا مسيحيين، 2 من قادة الأربع شعب كانوا مسيحيين. فما صح الحكي أنه يعني أنه والله المسيحيين كانوا مضطهدين. لم يضطهد المسيحيون بشكل حقيقي بسوريا، ويمارس عليهم تمييز بصفتهم مسيحيين وليسوا سوريين ومواطنين إلا بزمن البعث، رغم أنه يشار إلى أنه يفترض أو على الأقل ينظر لحزب البعث ورئيس حافظ الأسد ومن بعده رئيس بشار الأسد أنه هو حامل أقليات في سوريا. هل هو حامل أقليات بقوة إحدى الأقليات أو بتنظيم الأقليات؟ هو الحقيقة ما هو حامي حدا، هو يتحامى بالأقليات، لأنه باني كل نظامه السياسي على ما أسميه أنا تكوينات ما قبل المجتمعية، اللي هي الطوائف. الطوائف هي تكوينات ما قبل المجتمع، فباني نظامه على الطائفية، ومنظم بشكل رئيسي طائفة أساسية، وجايب لها فروع تصب في نهرة. طيب. من بقية الطوائف، من جميع الطوائف، سنصل إلى هذا لاحقا، لكن أنا أريد عامل منهم طائفة سلطة تتحدث عن العلمانية باعتبار الدين سلطة. طيب، أريد أن أعود إلى النشأة والوالد، وهو كان في الدرك، كان يعرف بأنه ذو ثقافة عالية وأنت تشربت منه ذلك، لكن في اللاوعي عندك اختلط الأمر ما بين سلطة الأب وسلطة الحكم لاحقا. يعني الوالد بالنسبة لك كان هو رمز السلطة، وهو نفس الشيء للأب، علاقة الأب، علاقة سلطة الأب غير سلطة الحكم. سلطة الأب معنوية وتقوم على التراضي، سلطة الحكم تقوم باستمرار أو غالبا على الإكراه بالحقيقة. لا، سلطة الأب مثل أي إنسان، يعني بيحب أبوه، تعلق بأبوه، بيعتبر أبوه يعني هو وصغير بالنسبة له مرجعية. بس لما كبرنا لا، صار في خلافات شديدة بيناتنا، بدءا من عمري 16 سنة. أنا انتسبت على الحزب الشيوعي، واحد إيار سنة 55. لماذا انتسبت على الحزب الشيوعي؟ خلافاتي أنا وياه. أظن أنه لعب الوالد دور في هذه القضية. أول شيء كان عنده حس عالي بأنه المجتمع السوري مجتمع فقير ويحتاج إلى العدالة والإنصاف. يعني أنا بعرف حوادث كثيرة صايرة بحياتنا اليومية كان فيها الرجل الذي يقاتل دفاعا عن العدالة والإنصاف. أنا ما بعتقد أنه بحياته عذب حدا حتى بالتحقيقات. كان دائما يجي على البيت وأنا بوعي تماما أي المسألة، ويقل لأمي أم رياض في والله عالم فقرة عندنا بالسجن، لما عندهم تياب ولا عندهم قمصان ولا عندهم شيء، عندك شيء هيك زيادة نعطيهم يا هون، عندك تياب، عندك شيء، نزلهم أكل من البيت. هذا في مرحلة الخمسينات؟ الخمسينات بذاك الزمن، 50 49 50 بذاك الزمن، لا في مطاعم ولا في أوتيلات ولا في شيء، ولم يكن زمن حزب البعث. كان بالنظارة بالسجن كان ينزل له فرشة عندنا من البيت. يعني كثير كثير كان عنده حس بالقضية الاجتماعية، وكان عنده حس بقضية الثقافة. أنا بتذكر أنه مثلا أنا سمعان بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده منه. طيب، بس أنت عندما قررت الانضمام إلى الحزب الشيوعي كان عمرك 16 سنة في ذلك الوقت؟ أنا عمري 15 سنة ونص. ما هو الهدف؟ يعني تصل إلى نموذج اجتماعي معين؟ كنت في حارة. أول شيء القضية الاجتماعية كما قلت لك،
المسألة الأخرى نحن من أصل فقير، يعني أنا ماني جاي على عالم الفقراء أتفضل علي، أنا جاي كفقير أدافع عن حالي بإطار نظرية بتقول أنه الثورة الاجتماعية هي الطريقة لحل مشكلة الفقر، وبالتالي بتربطها بكتير شيء أخلاقي لتكون انتهازي للدور على مصلحتك الخاصة، وهي كلها قيم نبيلة بالواقع. مسألة أخرى حارتنا بحي السجن باللاذقية، أنا من حي اسمه حي السجن باللاذقية، في سجن حي السجن في سجن بنو الفرنسيين 26، فالحي كان اسمه حي السجن الملكي كل فترة الانتداب وبعدها لفترة منيحة، اليوم اسمه حي السجن معروف باللاذقية حارة الحبس أو حي السجن. هذا الحي فيه قطاعين، قطاع إخوان مسلمين على ناصريين، وفي قطاع شيوعيين على يعني إذا بدك تجي على شوية ليبراليين معلمين وموظفين دولة وخريجين جامعات وإلى آخره، فالواحد يتأثر ببيئته أيضا يعني. طيب عندما وصل حزب البعث بدأ يسيطر على الحكم، وأقصد تحديدا اللجنة العسكرية، نتحدث عن صلاح الدين محمد عمران وحافظ الأسد، كان ذلك في بداية الستينات في عام 63، كان عمرك حينها في العشرينات؟ لا ب 62 كان عمري 22 سنة. نعم، كيف كنت ترى الأحداث في ذلك الوقت؟ كنت فعليا في ألمانيا ولم أكن في سوريا، فهي الأحداث أنا ما عشتها إلا بشكل ارتجاعي بشكل انعكاسي يعني فيما بعد، يعني درستها وعرفتها وإلى آخره. حزب البعث ب 62 عمل مؤتمر بحمص، فاستدعوا الأساتذة الثلاثة ميشيل عفلق وكرم الحراني وصلاح البيطار، وسألوهم قديش تعداد الحزب ضباط الجيش الثلاثة اللي انت ذكرتهم، صلاح جديد ومحمد عمران وحافظ الأسد، ومعهم بعض أعضاء اللجنة العسكرية مثل الله يرحمه أحمد المير، ومثل واحد آخر أيضا حسين ما تتذكر اسمه الثاني من نواحي سراقب، على كل حال إن كانوا ستة. فسألوهم للأساتذة قديش عدد الحزب، قالوا 75 واحد منه 25 واحد قياديين، فانقسم ضباط الجيش حول ماذا يجب أن نفعل كبعثيين عاملين انقلاب أو بدنا نعمل انقلاب باسم الحزب والحزب لا وجود له. فقال محمد عمران أريح شيء نرجع الوحدة مع مصر، عبد الناصر موجود والشعب بده الوحدة واستاء كثير منا، وصار انقسام بالبعث، ناس راحوا مع الانفصال ومضوا على الانفصال مثل صلاح البيطار، وناس وقفوا ضد الوحدة وناس مع الوحدة، وإلى آخره نرجع الوحدة مع عبد الناصر، والشعب بطبيعته بغالبيته ناصري. صلاح جديد قال المسألة الاجتماعية بنشتغل عليها وبنهتم فيها وبنعتني فيها، وبنبني حزب من نمط يعني إذا بدك يساري ماركسيست ستاليني إلى آخره. حافظ الأسد قال لا يا جماعة ما في حزب، خلوا الجيش هو اللي بده يبني الحزب، نحن بالعسكريين بدنا نبني الحزب. فطلعت يوم طرفة بسوريا تقول صارت الثورة لحتى تحزب الجيش، فجيش الجيش الحزب يعني جيش وضع الجيش، وضع الجيش الحزب في خدمته بدل أن يضع الحزب نفسه على رأس الجيش ويقوده، أصبح الحزب خاضعا للجيش. حتى من وضع الجيش في خدمته لاحقا هو حافظ الأسد تحديدا، هو كان صاحب هذا التيار، إذن صاحب هذا التوجه. نعم، ترك محمد عمراني يركض وراء الوحدة مع مصر، وبيعرف أنه ما راح تصير دوليا خلاص لأنه صعب أن تصير، وبدأ كتير شغل يعني، وسيكون في مقاومة كبيرة إلى داخل صفوف الضباط اللي عملوا الانقلاب، لأنه دعوا عملوا الانقلاب ليأخذوا السلطة ما مشان يسلموا سوريا لبلد آخر. وصلاح جديد مشروع طويل وغامض، وحزب البعث غير مهيئ لأنه يكون حزب اجتماعي، حزب البعث كان فعليا غريب عن المدن كل حياته، حتى بظل سيطرته الراهنة كان غريب عن دمشق وحلب المدينتين الأكبر، فما له حزب مديني. وعندما حصل قام بالثورة كانت حساباته كلها أنه هو كحزب فلاحي بده يستند بحل المسألة الاجتماعية على الأساس الفلاحي، وأنه الإصلاح الزراعي والإصلاح الزراعي وشوية، هذا توجه صلاح جديد، هذا كان صلاح جديد، ثم توجه الحزب بالحقيقة أيضا، هذا كان توجه عبد الناصر بالتوجه السائد بالمنطقة كلها. لكن حافظ الأسد، أما حافظ الأسد فركز على موضوع الجيش، الجيش يجب أن يعاد بناؤه كجيش حزبي، ويجب عليه أن يعيد بناء الحزب ويسيطر عليه كجيش بعثي، وأن يسيطر على البعض يقول إن هذه الخطوة تحديدا هي كانت البداية لمجموعة من الآليات صنعها حافظ الأسد ليحكم السيطرة على كل المجتمع السوري، ونجح في ذلك لنحو 30 عاما، بدأ بالسيطرة على الجيش. كيف؟
روى لي أحد الضباط البعثيين القدماء جدا أنه سنة 63 توفى أبوه الحافظ الأسد، وأن حافظ الأسد كان في ذلك الوقت رائد بالجيش وكان قائد مطار المزة، وأنه لاحظ، هو كان بلاتقية عم يخدم بالمنطقة الساحلية بالضبط، وأنه لاحظ إقبالا هائلا من ضباط الجيش على القرداحة للتعزية في وفاة أبو حافظ الأسد، وأيضا من كوادر الحزب من كل جهات سوريا جاءوا بأعداد كبيرة يعني. فقال لي هذا الرجل، أنا تفاجأت، والرجل كان كل عمره ضد حافظ الأسد، أنا تفاجأت بحجم ما لحافظ الأسد من نفوذ على الجيش وعلى الحزب، لو أنه شخص آخر ميت قريب له على الأغلب ما كانت إجت الناس بهالأعداد الكبرى، وأنه حافظ الأسد كان حريصا على الاجتماع لفترة قصيرة بكل واحد من الضباط، وسمى لي مجموعة منيحة من الضباط 20-22 ضابط كي يتعاهد معهم على إذا بدك مخرجات سياسية، شكل الحكم، من يمسك بالحكم، دور الجيش بالحكم، دور الجيش بحياة الحزب، كيف يوضع الحزب في خدمة الجيش إلى آخره، وأنه بدأ كيف يوضع الحزب في خدمة الجيش، وأنه ما قلت لك أنه جيش والحزب، وأنه بدأ منذ تلك الفترة يعمل بشكل واعي كي يصل إلى السلطة. عام 1965 زاره صديق له، فيني أقول اسمه الآن، توفى قبل فترة، كان أستاذ جامعة وكان أحد الأشخاص القريبين منه لأنه كان في تلك الفترة محسوب على القطريين. من هو؟ حافظ الأسد. لا لا، سعد نابلسي، سعد الدين نابلسي الله يرحمه، توفى من فترة. زاره سنة 1965 فقال له حافظ الأسد بدهم يضلوا يسموني حافظ النعجة إذا ما أخذ لها البلد وإحكمها على كيفي لا تقبل، فكان حاطط بذهنه مسألة السلطة، بينما الآخرين ربما كانوا حاطين بذهنهم مسألة المشروع ومسألة البلد. طيب. حافظ الأسد كان معروف بين كل من عرفوه بأن قضية السلطة هي كانت القضية الجوهرية والأساسية والوحيدة التي احتلت أفكاره وشغلت عليه نفسه كما يقال، ولذلك كان هناك خلافات حادة بينه وبين صلاح جديد يعني رأس اللجنة العسكرية، ووصل إلى حسم هذا الخلاف عام 70. استطاع بعدها، رغم أن هناك كان اجتماع استثنائي للحزب لإقصاء حافظ الأسد، في اجتماع قبله بال 67 صار اجتماع بعد الهزيمة، وكان هناك ميل شديد داخل الجيش والحزب لتحميل حافظ الأسد مسؤولية الهزيمة باعتباره كان وزير دفاع، وكانت البيانات تصدر باسمه بما في ذلك بيان الانسحاب الكيفي من الجولان، ويقال أن القيادة القطرية انقسمت إلى نصفين متساويين، وأن من حسم عملية تبرئة حافظ الأسد من الهزيمة وقال هي هزيمة للحزب ولخط سياسي وللبلد وليست هزيمة شخص، إذا بتعملوا هزيمة شخص بتكونوا كتير عم تتفهوا وما راح تحلوا، صح، هو صلاح جديد. فصلاح جديد إذن أنقذه من محاكمة عسكرية طالب بها 19 من كبار ضباط الجيش، وقدم للقيادة القطرية وحضر جلسة كان يفترض أن يخرج بعدها مجردا من صلاحياته ومطرودا من الجيش ومحاكما ومحمل المسؤولية كما يقال. لكن هذا تغير تماما من عام 70، صلاح جديد أراد أن بعد 1967 عام حافظ أسد بعد هذا الاجتماع عمل مجموعة إجراءات، أول شيء منع أي قيادي بالحزب أن يذهب إلى وحدة من وحدات الجيش، بالبداية كانوا الحزبين يروحوا يعملوا دورات توعية ويروحوا يعملوا خطابات ويروحوا يتفلسفوا على الجيش ويحكوا إلى آخره، منعهم. ثم نشط إدارة التوجيه المعنوي بالجيش وحولها إلى ما يشبه وزارة شؤون معنوية وإدارة معنويات، إذا بدك إدارة، يعني إدارة روحية ومعنوية وسياسية، عمل غسيل مخ، وفصل بهذا المعنى الجيش سياسيا وتوعويا ودعائيا وديماغوجيا عن الحزب، وفصل مثل ما قلت طبقات الحزب. نعم. ثم بدأ بسياسة مدروسة لتقريب ضباط من عشائر علوية معينة منه هناك داخل إطار الطائفة العلوية، مجموعة من 10% تسمى عشائر العيلة حافظ الأسد منها، 10% هؤلاء 10% مسيطرين على جزء رئيسي من الجيش والأمن يقال على 65 و70% من المواقع.
فبدأ يخلق لهم حلف. وفي وعي حافظ الأسد مسألة جوهرية وأساسية، إذا انقسم القاعدة الحامل الاجتماعي الطائفي للنظام، النظام سيذهب. أما إذا كان موحدا، وهذا يستدعي أن يكون موحد في وجه المجتمع، وحدهم واستغلهم أمام صلاح جديد، فعليه إذن أن يوحدهم. وبدأ يخلق هذا الإطار، وبدأ يخلق لهم مصالح اقتصادية مستقلة عن الخط العام للبلد، عن سياسة البلد الاقتصادية. صار عندهم سيارات، صار عندهم رقم هواتف، صار عندهم فيلات، عمل لهم، خلق مؤسسة عسكرية خاصة فيه هي، مثلا مؤسسة أمنية خاصة فيه هي، فرع الأمن للقوى الجوية اللي اليوم بطش بطش فظيع بالشعب السوري خلال الثورة. ثم في عام 69 عمل سرايا الدفاع على أخو رفعت، وعملها وحدة عسكرية خاصة بآل الأسد وبحماية نظام آل الأسد، وهي التي أنجزت إلى حل إلى حد كبير كتير، حسمت مشكلة 1970. نزلت ب 69 احتلت الإذاعة، واحتلت مواقع داخل دمشق سرايا الدفاع، ثم حدث الانقلاب. في اجتماع اللي انت عم تحكي عنه، هذا الاجتماع هو زي ما فيه حافظ الأسد هزيمة منكرة، لم يكن معه إلا 3 أو 4 أشخاص فقط، كمان مدنيين، طيب، واحد عسكري. لكن أنا اللي أريد أن أعرفه، بعد ما استطاع أن يحسم خلافه مع صلاح جديد ووضعه في السجن حتى توفي بعد 25 عاما، لم يستلم السلطة مباشرة، عين سني مكانه وكان هو رئيس الحكومة بصلاحيات رئيس الدولة. لماذا تريث بهذا الشكل؟ اليوم طلعت نكتبي سورية طريفة جدا تقول أنه رئيس الوزراء الضعيف عين رئيس جمهورية سني قوي. رئيس الجمهورية كان أحمد الخطيب، وكان رجلا ضعيفا، معروف أنه كان شخص ضعيف وما له شيء يعني لا بالعير ولا بالنفير، جابوا وعينوا رئيس جمهورية. لكن لماذا كان حذرا بهذا الشكل؟ كي يرتب أوضاعه وكي يشتغل حفظه، كان يشتغل دائما بحذر، كي يرتب أوضاعه، كي يمسك بمفاصل الدولة، كي ينظم الدولة بالطريقة اللي بده إياها. يعني مثلا هذيك الفترة جاب الطاقم اللي ظل اليوم عم يشتغل مع بشار الأسد، أبو سليم وغير أبو سليم وإلى آخره، جابهم من الجيش ومن المؤسسة الأمنية كلهم. فبده يرتب الدولة، ما بده يرتبه مباشرة كرئيس جمهورية ويعطي المسؤوليات لرئيس وزارة. رئيس الوزارة يقعد هو يشتغل العمل التنفيذي، لا، هو بده يشتغل عمل تنفيذي. بكل الأحوال بعد فترة شالوا لأحمد الخطيب واستفتاء، انتخابه كرئيس جمهورية باستفتاء، أجرى استفتاء طبعا 99.99.99.99. النتيجة معروفة كالاستفتاءات اللاحقة. لكن بعدها صعد الصور عام 73، وطبعا منح لنفسه كل الصلاحيات. السؤال، لماذا كان حريصا إلى هذا الحد على احترام ما يبدو كأنه نوع من احترام مؤسسات الدولة، يعني دستور، ويمنح لنفسه صلاحيات من خلال دستور، وهو قادر على فرض ما يريد على الأرض بدون أي دستور؟ شوف سيدي العزيز، بعد هزيمة 67 صار في خضة هائلة على مستوى نظم الحكم بالعالم العربي. على زمة محمد حسن الهيكل رحمه الله، أن جمال عبد الناصر حاب هيكل كاتب هذا الحكي بقى، يعني أنا جمال عبد الناصر جمع من كانوا في مجلس قيادة الثورة وقال لهم نحن فشلنا، وأحسن شيء بالعالم نعمله أن نسلم السلطة خلال سنة لقيادة مدنية، ورشحوا أسماء بدهم يتشاوروا معها في أن تأتي لاستلام السلطة مدنيين، وأنه نحن نحط حالنا تحت تصرف الشعب لأنه نحن فشلنا، تحت تصرف الدولة لأنه نحن فشلنا، وأنا شخصيا ما عندي مشكلة أن أقدم لمحاكمة، نحن فشلنا. صار بسوريا خلاف كبير بالقيادة حول ماذا نفعل ردا على هزيمة حزيران. صلاح جديد طلع بفكرة حرب التحرير الشعبية، أنه نحن نعبئ الحزبين، ندربهم، نعبئ قوى شعبية إلى آخره. يعني بس أنا خايف أضيع المشاهدة شوي لو قارنا الوضع بمصر، لكن أنا أريد أن أفهم عقلية الأسد. خلصنا من مصر، جايك على سوريا، عم قلت نعم. حتى تقارن، يقارن المشاهد أيضا نعم. بين واحد عم يحكم بروح وطنية وبين واحد عم يلعب. رح أشرح لك كيف كان اللعب. فإذا منجيب الحزب بنعمل ما يشبه جبهة وطنية مع بقية الأحزاب، مع القوى الوطنية، مع العناصر مش القوى. بعدين جت شغلت القوى، ما كانوا معترفين بالأحزاب هي إنها قوى، ما قوى، عناصر، بدون استأثر بالسلطة. بكل الأحوال باختصار شديد، حافظ الأسد قال لهم لا هي ولا هي ولا هي ولا هي، نظام سلطوي متمحور حول مؤسسة عسكرية أمنية موحدة وقوية له حامل اجتماعي هو الطائفة
المتحالفة مع مزق وفرق من الطوائف الأخرى، الممسكة بالبلد، بالاقتصاد، بالسياسة، بالإعلام، بالتعليم، إلى آخره، ومجتمع مغيب وخارج السياسة وخارج أي إمكانية. هاي البلد ما بتصير فيها ثورة لا بروليتارية ولا برجوازية. هاي البلد الخطر الرئيسي الوحيد علينا هو البرجوازية الصغيرة والمتوسطة المسيسة. علينا أن نربطها بنا اقتصاديا، أن نشدها إلى الحزب كي لا يكون لها سياسة مستقلة، ثم أن نخرجها كجمهور من السياسة نهائيا. هذا النظام السلطوي هو اللي عاش 30 سنة أو 40 سنة وهو الذي يقاتل اليوم. خياره كان نظام سلطوي. إذن أخذ السلطة وتحويلها من سلطة تقدم وعود اشتراكية ومشتراكية وما بعرف مين، إلى تحويل هذه الوعود لغطاء لنظام سلطوي استبدادي دولتي اتاتيري يعني، وإلى آخره، مطلق الصلاحية، لا حقوق لأحد فيه، لكنه يتستر دستوريا، يتستر بالأحرى مؤسسيا وليس دستوريا، وظيفيا بدستور وانتخاباتهم في أوقات. لماذا؟ لماذا يهتم بهذه الأشكال؟ حتى يقال، حتى يقول نحن لسنا نظام إسلامي. لمن يقول وهو قادر على فعل أي شيء؟ لا يقول للعالم يا ابن الحلال، وما أنا عايش لحاله بالدنيا وعايش بالعالم، شو في حركة تحول طويلة عريضة بالدنيا عم تصير بالشرق الأوسط بعد زيزة 67، ما في نظام ضل محله بما في ذلك النظام سوريا، وهي هو إجا في سياق هالعودة عن المشروع القومي، المشروع الاشتراكي، المشروع الحريات إلى آخره. ومثل ما قلت لك نظام سلطوي غطاه بكل ما اجى لعنده حدا، واحد من الكونغرس او واحد من غير الكونغرس، قال لي يا اخي نحن عندنا انتخابات تتم بوقت عام 13 حزب، عندنا دستور محترم ما كان يهمه هو روسيا، وروسيا يعني ليست افضل حالا يعني. روسيا ليست افضل حالا، انا باعتقادي لا، كان يهمه كل الوقت حافظ الاسد، كان واقعي، كان يعرف انه مصير المنطقه بيد امريكا وليس بيد روسيا. طيب هو ما كان ضايع مثل غيره، يعني بيعرف تمام. راح نعود لغيره بعدين. أمريكا بإيده كل هالعالم. طيب هو أبقى على قيمه ما بدهم في أنه نخلوا لإسرائيل تفوت على الشام بتقدير عسكري أمريكي إسرائيلي، بتدخل على الشام 16 ساعة، تسحق الجيش وتدخل دمشق. هذا تحليل معلوم. لا هي معلومات. من أين هذه المعلومات؟ طب بس قلنا مصدرك من وين؟ في مليون معلومة نشرت في حينه، بيوم من الأيام قيل أن حربا قد تنشب بين سوريا وإسرائيل بعد عام 1974، بعد 1973 وصار الاتفاق بال 74 أنه خلاص، وبعد منه صار في سلام دائم كما تعلم، أعطاهم ضمانات أمنية بكل 50 سنة، وما عاد صار شيء بالدنيا، وإلا بدي بحكي لك وقائع. بعد ذلك قيل أنه ممكن تصير حرب إسرائيلية عربية بمبادرة سورية، انه عراق ومع عراق وصدام، خاصة لما صدام صار يتقرب بال 76 وال 77. فأعلن الأمريكيون رسميا انه يستطيع الجيش الإسرائيلي ان يسحق الجيش السوري وان يطوق دمشق 16 ساعة. طيب خلينا نعود الى كيفية احكام القبضة على المجتمع السوري. هو ابقى على قانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وصياغة منظومة امنية الامن السياسي والاستخبارات العسكرية، واضاف المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع خدم الدول الاشتراكية. يعني في النهاية لا حياة في سوريا الا لحزب البعث وتحت عين المخابرات والأمن السياسي، بس على الآلية الروسية ستالينية. يعني الحزب هو اللجنة المركزية، واللجنة المركزية هي المكتب السياسي، والمكتب السياسي هو الأمين العام. إذن الحزب هو الأمين العام، شطب على الباقي، شطب على الحزب وشطب على كل شيء. في الأمين العام اللي هو رئيس الجمهورية حافظ الأسد، الأمين العام قائد عام الجيش والقوات المسلحة، الرياضي الأول والصحفي الأول والعامل الأول والمناضل الأول والمبعرفين الأول والناطق الأول والقافز الأول والأول الأول الأول كل ألقاب الدنيا، ليس هناك. طيب يريح الشعب. برجع لك، النظام السلطوي بيشبه الدودة الوحيدة، ينتج نفسه من رأسه، ينتج نفسه من رئاسة الجمهورية، تحديدا بسوريا من شخص رئيس الجمهورية مثل حافظ الأسد اللي خلق النظام. قبله هذا النظام لا وجود له، هو اللي قال نعمل السلطوية وحط الله خطته وإلى آخره، وجب له تأييد عسكري وأفسد الجيش وغير الجيش لحتى أمل الشروط النجاح، ولما نجحت بلش طبقة بدون أي رحمة على الجميع،
المجتمع السوري ممثل في نشطاء سياسيين، منافسين، حتى منافسين، من كانوا يحاولون أن يجدوا مكان لهم في المجتمع السوري. اسمح لي أن أتوقف مع فصل قصير ثم نعود الحديث. مشاهدينا الكرام، فصل قصير لنعود ونكمل حوارنا مع السيد مشكيلو. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل حوارنا مع المثقف والمعارض السوري السيد مشاكيلو. مرحبا بك من جديد سيد مشاكيلو. سألتك عن المجتمع السوري، أين كان عندما كان يطبق حافظ الأسد حكمه على سوريا؟ يعني أول شيء بالسبعين كان هناك تحول كبير يتم في العالم العربي، طردت المقاومة من الأردن، المقاومة الفلسطينية، لكن جاء سليمان فرنجي رئيس في لبنان، بلش صدام حسين يضع يده على الحكم في العراق، جعفر النميري عمل انقلاب في السودان وذبح الحزب الشيوعي وكل من كان حليفا له. قبلها بفترة كان هناك تحول في الجزائر كبير، كان هناك، ثم جاء أنور السادات في السبعين، هناك كان تحول كبير، وجاء الانقلاب الأسدي في سياق هذا التحول بالحقيقة، في سياق إذا بدك التكيف مع هزيمة حزيران وخلق شروط عايش. هو كان جزء من هزيمة حزيران، صحيح، يعني هذا بيأكد أنه اتخذ كيف مع شروط مع هزيمة حزيران وخلق شروط تعايش مع الهزيمة طويلة الأجل مع الهزيمة دون أن يتمكن أحد من أن يحول القضية الوطنية السورية أو القضية القومية الفلسطينية العربية، قضية الهزيمة والاحتلال، إلى مسألة سياسية كبرى. هذا كان واحد من الطموحات الكبرى اللي اشتغل عليه كثير حافظ الأسد باسم ديماغوجيا فظيعة اسمها تحرير وما تحرير، وكل واحد حكى يقول له أنت عم تمنعنا نحرر وأنت عميل وأنت صهيوني، هيك سجنونا حتى أصلا. هلق المجتمع السوري، الفئات اليمينية من المجتمع السوري، الفئات التجارية والبرجوازية وإلى حد كبير كتير قطاع واسع من المؤسسة الدينية وإلى آخره، كانوا كلهم مع حافظ الأسد. طلبنا من الله المدد فأرسل لنا حافظ الأسد يافي طب حطت بكل محل بالشام. لماذا؟ لأنه كان عندهم وهم أنه صلاح جديد ماشي ببرنامج اشتراكي وأنه حافظ الأسد إجا بده يلغي الحزب، هو من سيحافظ على مصالحهم، ما عاد في حزب جيش. وحافظ الأسد كان موصل لهم أخبار مهمة أنه أنا ما بدي رأي عام سياسي بسوريا، وباعتبار مفاتيح الرأي العام بإيد التجار ورجال الدين ببلد مثل بلدنا، فأنا رح أتحالف معكم كي تكونوا جزء من السلطة الجديدة. فاعتبروا أنه بانقلابه هن أيضا وصلوا معه، هذا جزء من المجتمع السوري، هذا جزء. الجزء الآخر النخبة البعثية المثقفة بكاملة وبشكل خاص من العلويين كانت ضده، كانت ضد انقلابه، وكانت فعليا متوجسة وخايفة وتعتبر أنه يعني في مرحلة انتهت، هي مرحلة ربما الصراع من أجل شيء مختلف، الصراع من أجل شيء عادل شيء أفضل إلى آخره، أنه انتهت. عواطفهم كانت بشكل رئيسي مش مع صلاح جديد، مع التيار العريض العام اليساري اللي كلنا كنا ننتمي له واللي كان يحكي باشتراكية وعدالة ثورة كرد على الهزيمة. أغلبية الشعب كانت مبسوطة لاعتقادة أنه سيكون هناك يد رخوة، سيكون هناك حريات كما هو وعدهم. هو طرح شعار كتير كتير مغري، حرية الوطن من حرية المواطن وليس حرية المواطن من حرية الوطن مثل ما كانوا. طيب أين أنت كنت في تلك الفترة؟ كنت بسوريا. يعني أين كان موقعك على المشهد السياسي؟ سنة 66، وأنا بالمشهد العام أنا كل عمري كنت ضد البعث. لما كنا بالمدرسة كنا بمعارك دائمة مع البعثيين، معارك دائمة، نحن شيوعيين وهن بعثيين، فكنا بمعارك دائمة معهم. لما جيت على سوريا سنة 1964 زيارة قصيرة، سألت أحد أصدقائي اللي كانوا معنا بالحزب شو الوضع، قال لي تقريبا على مشارف كوبا. بألمانيا قرأت بإحدى الجرائد سنة 65 أنه وزير الدفاع حافظ الأسد صار بال 65 وزير دفاع شخص قريب من الصين ومن ماو تسي تونغ ومن الخط الصيني. فأنا رجعت على سوريا سنة 66 أو بالأحرى بال 64، رحت شفت الأستاذ الياس اللي هو أستاذي، نعم، وقلت له شو اللي صار بسوريا؟ قال لي صار احتمال من ثلاث احتمالات بال 64، آخر الـ 64 تشرين أول الـ 64، يا أما الشباب جايين لحتى ينصبوا فخ لجمال عبد الناصر. الشباب ما المقصود؟ العسكر ينصبوا فخ لجمال عبد الناصر وبالحالة بيشيلوه وبيقعدوا بين الـ 25 والـ 50 سنة.
أو لا الفخ المنصوب بده يكون للأمة العربية. بهالحالة بيقعدوا بين 200 و250 مين سنة. مين نصب الفخ للأمة العربية؟ أنه إجمالا بالنسبة لنا دائما نحن أنه الإيرادات الخارجية الأمريكان بشكل أساسي اللي ماسكين المنطقة والإسرائيليين وإلى أو أنه لا انتهت مرحلة الإنسان الصانع والعاقل اللي اسمه هومو سابينز باللاتيني وبدت مرحلة الإنسان البعثي. بهالحالة بقعد شيء 1000 سنة لأنه الإنسان البعثي هو نفي الإنسان الصانع والعاقل اللي صنع الحضارة اللي نحن عايشين. هو صنع السلطة، هذا كان ما يكفي، صنع السلطة. وفعليا لما إجا ابنه تبين أن الهومو بعثيستيكوس الإنسان البعثي هو نفي فعليا الإنسان بهالجرائم الفظيعة اللي عم ترتكبها ضد طيب المجتمع. احنا خلينا في أواخر السبعينات. فبرجع المجتمع إذن ايه؟ المجتمع بغالبيته يؤيد حافظ الأسد على أمل وصول إلى الحريات. أنت كنت قلت في إحدى المرات أن حما كانت نوع من الفخ. ما أنا قلت، علي دوبة قال لي أنه كنتوا شادين ظهركم بحما، نصب للسيد الرئيس فخ وقتلنا فيها 46,000 شخص وصار حارس ليلي بيحكمها. لا تمردت ولا تقردت ولا كل الحكي. لما نصب للفخ كان صار له 3 سنين. كان صار له 3 سنين الجيش محتله، الوحدات الخاصة والمخابرات والسرايا الدفاع، 3 سنين كان صار لهم قاعدين بحما، يعني مستحيل تصير فيها ثورة. فادعوا انه صار في ثوره وانه نداء على المآذن لمعاجبه المدنيين وما المدنيين والى اخره، وانه راحوا لحتى يكسروا ثوره. قالت جريده تشرين انه عدد القائمين فيها بيقدر 125 واحد. لما بتشوف عدد الضحايا 46,000 بتشوف انه القصه فخ، لا ثوره ولا موره. فاتوا بدهم يسحقوا، وهو حكى بالقياده القطريه حافظ الاسد، ساسحق حما الى حد لا يتجرأ احد بسوريا ب 200 سنه بقى يرفع راسه. ورفع الشعب السوري يعني راسه يعني بعد 30 سنة. هو كان يعلم، يعني قيل أولا أن موضوع محاولة الاغتيال عام 80 لم يكن وراءها الإخوان، كان هناك محاولة من شخص قد يكون له علاقة بالطليعة، هذا ليس مؤكد. هم الإخوان يقولوا نحن ليس لنا علاقة بالطليعة المقاتلة. هناك من يقول أن الأسد، حافظ الأسد، أراد أن يعطي الشعب السوري درس من خلال ما فعله بالإخوان. هذا هو الحقيقة، أراد أن يعطي الشعب السوري درس. وأول شيء بالسبعين الإخوان بال 78 الإخوان بلشوا يفوتوا على الخط باعتبارهم جهة معارضة. كان فات على لبنان، كان ضرب الفلسطينيين، كان فات بمشكلة الأول ما لآخر مع مصر، فات بمشكلة الأول ما لآخر مع الأمريكان وغير الأمريكان، وشو بيعمل بلبنان وشو بده يعمل بلبنان، وبده إذن إسرائيلي وما بده إذن إسرائيلي، وإذا ما أجا مين بده يجي، جابوا له قوات ردع. واختلطت الأمور بشكل فظيع من 76 لما دخل على لبنان. كان واضح مثل عين الشمس انه حافظ الاسد فايت على مرحله ازمه طويله عريضه، لانه ضرب منظمه التحرير والفلسطينيين كان يعتبر بالنسبه للسوريين الكفر الذي لا يجوز ان يرتكبه مخلوق، الكفر البواح كما يقال. فكان في كركبه كبيره، التجار ورجال الدين، المؤسسه الدينيه اللي كانت مواليه له، والتجار غالبيتهم اعتقدوا ان هذه الفرصه الملائمه اللي ينقضوا عليه ويشلحوا السلطه، فانقضوا عليه. بس هو طلع مرتب أموره كما قلت لك، نظام سلطوي قوي ومتماسك وما وإلى آخره، ومخترقون وبيعرف شو بدهم يعملوا. لما صارت حادثة مدرسة المدفعية كان ببغداد، قيل له في حادثة من بغداد، قال هدول الأخوان المسلمين تحضير السلفي، هو كان يحضر لما يريد السلفي تحقيق ولا معروف من هن الأشخاص ولا إله، هدول الأخوان المسلمين رأسا اعتبر الأخوان المسلمين هن اللي عملوا القصة. اللي عمل فعليا ليسوا أخوان مسلمين، الأخوان المسلمين لهلق بيقول لك حسن البنا قضاة لحكام. عدنان عقلة سيد قطب هو المعلم الأساسي لمروان حديد ولعدنان عقلة. كان اعتقل ومات في 56 لكن أتباعه كان عنده 350 واحد بحما، كانوا منظمين وقرروا أنه يفوتوا بطوشة العمل المسلح، كان معهم 150 يعني واحد. كان الجيش السوري قادر على السيطرة على 200 أو 300 شخص وليس في حاجة لقتل أكثر صح. ما بين 15 لا وكان معهم لا اسمح لي، في حادثة كتير مهمة، في شغلة كتير مهمة هون. كان في 350 بحما و 150 بحلب لعبد الفتاح أبو غدة، هدول إن قابوا بالعمليات المسلحة، وانتشر انتشار هائل
حضور السياسي والعسكري بالمجتمع السوري. لا أعتقد أنه أخيرا 50 كيف انتشر؟ عم قل لك انتشر. كيف انتشر؟ هيك انتشر لأنه الناس اعتقدت، ما خلتني كفي، الناس اعتقدت أنه هذه الوسيلة في الرد على النظام اللي صار واضح أنه عم يضحك على كل الناس وأنه ضد كل الناس، هذه الوسيلة هي المجدية، أنك تقتلهم، أنك تغتالهم، أنك تخوفهم، أنك ترعبهم، أنك تفصلهم عن الحياة العامة إلى آخره. هيك صار فعليا خلال الحوادث اللي صار فعليا. الإخوان كانوا 32 ألف شخص منظم، ودون 500، ال 500 دوبوا 32 ألف شخص. طبعا في كتير غموض بسياسات الإخوان كان، وتسببوا في إعدام 8000 واحد منهم. هذه واقعة في منتهى الأهمية. طيب. إنه الإخوان لو كانوا ممسكين هن بزمام المبادرة، بعتقد كان اللي بيخسر هي الطليعة المقاتلة وليس هم. طيب خلينا في 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 عام 80 عندما تم اعتقالك، لماذا اعتقلت أساسا؟ اعتقلت لثلاث أسباب. الأولى علاقتي مع ياسر عرفات، الثانية علاقتي بالحزب الشيوعي، واتهامي بأني أنا العميد كتب 85% من أدبيات المعارضة والحزب الشيوعي والآخر، والثالثة أنني أحد الأشخاص الذين يديرون حملة إعلامية دولية كبرى ضد النظام، وصلت للومن دبلوماتيك وللصحافة الأوروبية وللصحافة الإيطالية وحتى للأونيتا جريدة الحزب الشيوعي الإيطالي. هي كانت التهم. دخلت المعتقل، ماذا شاهدت في المعتقل؟ شيء لا يمكن وصفه. المعتقل بسوريا هو يعني النفي المطلق للإنسان. أول شيء بتصير رقم ما بيعود لك اسم، مين ما سألك عن رقمك عن اسمك بدك تقول رقمك، وينصب لك فخ كل فترة بيجي واحد بيقول لك شو اسمك أنت ولا بدك تقول له اسمي فلان يا لطيف. لما بتفوت على المرحاض رقم اثنين بدك تقول رقم اثنين اذا ممكن يطلع سي دي، او رقم اثنين خلص سي دي، او خلص، او يعني بتصير اسمك فعليا هو رقم المرحاض. وطبعا تعذيب مفتوح. تعذيب يعني ماذا يعني تعذيب؟ عذبت انت؟ انا عذبت. ايه انا عذبت بطريقه يعني ثقافيه. طيب ما انت مثقف لازم. انا مثقف عذبوني بطريقه ثقافيه. في فرنسي كان مع الثوره بالجزائر اسمه الثاني اليك، هلا بتذكر اسمه الاول، هذا عذبوه الفرنسيين بتوقيفه الى ان فقد الوعي، وانا جابوا اثنين واعطوني كرابيج وقالوا لهم بتخلوه واقف. طبعا بعد ما عذبوني شوي ضربوا ما ضربوا الى اخره، وعصي وكهرباء والى اخره، شيء بسيط يعني ما كثير بياثر، مع انه شيء صعب. تخلوه واقف كل ما وقع او قعد بتضربوه لحتى يوقف. فبعتقد اني ما بعتقد بعد 72 ساعه غبت عن الوعي، وكان في معي بالسجن صديق، لما رجعت فتحت عيوني قلت له كأني نمت كتير، قال لي صار لك 3 أيام نايم، فعليا كنت فاقد الوعي بالكامل. طب هو تعذيب بغرض التعذيب ولا لإجبارك على؟ لا إجباري على أني أعترف وين متخبى رياض الترك، وين مقر رياض الترك. فالمهم بعد مباشرة إجري كان هيك تخنون، كل دمي نازل على إجري، وفعليا ما عاد في دورة دموية بجسمي، مشان هيك فقدت الوعي. حتى بتذكر اني اول ما فوتوني على غرفة فيها طبيب، قال لهم الطبيب لو جسمه قوي كان مات، ولكن صار يومين بالكاد وصل دم لدماغه، على الاغلب يجن بعد منه او يفقد الوعي او يفقد الذاكرة او شيء من هذا. على كل حال سيدنا، شاهدت عينات امثلة على نماذج عانت من قمع النظام داخل المعتقل. يا لطيف. اكثر هذه الشخصيات التي شاهدتها واثرت فيك. كان معنا شاب سنة تانية كلية هندسة، أنا يعني لهلا بتذكر ابتسامته لأنه كتير أسنانه كانت بيضة، كان شاب وسيم 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 لدرجة، اسمه أحمد الكوزلي، كان متهم بأنه رئيس التنظيم العسكري للإخوان بدمشق. هذا عذب كما لم يعذب إنسان من قبل، في أشكال من التعذيب فظيعة لا تحتمل، ما حدا يقدر يحتملها. في تعذيب على الجهاز العصبي، في تعذيب على الجهاز العضلي، في تعذيب على الجهاز
الدموي يعني في تعذيب، انواع من التعذيب يعني فظيعه. هذا ما كان يحكى لك وانت في المطار؟ لا لا لا، نحن عم نشوف بعيوننا شو يحكى لنا. كان يعذب امامكم عم يطلع يعني. ما عم نعم يطلعوا واحد، لهلا شفنا ناس تعذبوا معنا، بس انه يطلعوا واحد لفوق يرجع على بطانيه جسمه محروق، كل سنتيمترين بجسمه فيه في مربع الحرق تبع الجهاز الكهرباء، ويعني ميت غايب عن الوعي، يعني ميت ميت يعني. مره واحد قسنا له نبضه، نحن محطوطين بغرفه قد هي 68 شخص، تصور من 68 شخص بيقدروا يكونوا بغرفه اصغر من هي، حتى 18 واحد غطيهم بطانيه. انت تصور بطانيه بتغطى فيها 12 انسان، فتصور كيف نحن مثل السردين يعني، سيفوا لا وسيفوا لا وقتل فينا ليل مع نهار ضرب. طب ماذا حدث لاحمد؟ فطلعوا لاحمد الكوزلي ونزلوه اسنانه مفتوحه ميت السلامه. في جنب منه واحد صديقنا، فقلت له انا شوف نبضه، فقال لي الله العليم نبضه 10، هذا بيعم يموت. المهم باليوم التالي فعليا الزلمة ميت كان. باليوم التالي شفنا هيك شوية مي نازلة تحته، فأدركنا أنه لا ما هو ميت. فالمهم لما فيقناه، هي شغلة ما بتروح من بالي أبدا، لما فيقناه باليوم الثالث فبيقلوا للي قاعد جنبه عمي أبو فلان بالله يحكي لنا نكتي، هو قاعد بيموت، هو هذا اللي كان عم يموت. فأنا قلت لحالي ما في أقوى من الإنسان أبدا، ما في أقوى من الإنسان أبدا، ما حدا يقدر يكسر إرادة الإنسان. هذا بعدين أعدم طبعا بتدمر، أعدم مع الآلاف. هناك حالة أخرى؟ هلا في حالات كمان لا تنسى. لما كنا بالمزة كان في شيء اسمه ليالي الله أكبر، كانوا الناس اللي نزلوهم للإعدام يهتفوا الله أكبر، إنه واخدينهم ليعدموهم. فكنا في ثلاثة ثلاثة ونص على صراخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد الآخر بلشت الناس نفيق على صراخ مكتوم، فهمنا أنه بيحطوا لهم شرطة يون على تمون، لصاقات على تمون حتى ما يصرخوا، فهنا بيعملوا. فكنا نسمع الأم بالليالي شيء يعني فعلا شيء لا ينسى، أنه أنت تعرف أنه أنت نايم فوق تحتك مباشرة في شخص عم يفقد حياته. الهدف هو من التعذيب ومعاملة الناس إلى هذه الدرجة هو ماذا؟ تدمير الإرادة بشكل كامل؟ سحق مقاومة الناس. أنا برأيي النظام قام على معادلة، مثل ما كانوا يقولوا أنه لحتى الرأسمالية تضبط العمال بدها 4-5% عاطلين عن العمل، لتضبط بالعاطلين عن العمل على العاملين. النظام بده 3-4% من الشعب السوري بالسجن ليضغط على الموجودين برا، يروعون يخوفون يخلي كل أسرة تشعر أنه هي مهددة، يوصل هالقصص والحكايات للناس ببيوتها. يا ما في ناس من الأمن جاية زايرة أسر وعائلات، عائلتي منها مثلا، عائلتي على سنة ونص يوميا تليفون بالليل، يا عاملة ويا تاركة ويا شايلة ويا حاطة، بدنا نخطف أولادك ودنا نذبحهم، وروح يشوف يقطعنا له لسانه وقطعنا له راسه، وروح يشوف جسد بالغوطة، وروح 3-4 مليون سوري بالسجن كي يتم ضبط المجتمع السوري فيهم سياسيا، مثل ما الرأسمالية كانت ضبط مجتمع العمل والعاطلين على العمل، 3-4 مليون العاطلين على العمل. فالغرض منه هذا هو سحق المجتمع، اشعار الناس انهم مهددين، اشعار العالم بانه نعمة انهم موجودين بزل الحرية بين قوسين، بزل الخارج، انه انا معتقل هسا. بتعرف طلعت نكتة فظيعة يوم ترى انه اسعد يوم بحياتها، قال الأمريكي أسعد يوم بحياتي لما جاني بالبنك رسالة أنه صارت ماليتي $1,000,000. الروسي قال والله لما قالوا لي صرت بطل العمل بالاتحاد السوفيتي صار بيطلع لي سكر وبيطلع لي زبدة وبيطلع لي لحمة وإلى آخره. السوري قال والله فايق نايم بهالليل دق هالباب، قالت لي مرتي قومي رجال. لا شفت على الباب جماعة الأمن، رجعت قلت لا ولك المخابرات. قالت لي شو؟ قلت لك كيف بدي منين بدي اهرب؟ قال منين بدك تهرب؟ ما في محل تهرب منه. افتح الباب وشوف شو بدهم. قال افتحت الباب. قالوا لي تعال معنا ولا؟ قلت لهم يا سيدي انا والله ماني عامل شيء. قال ما انت محمد ابراهيم؟ قلت لهم لا جارنا. هذا كان اسعد يوم بحياتي. هذا اسعد يوم بحياته. يعني الشعب السوري كان يدرك في النهايه ما يحدث؟ اما ان الشعب السوري كان جزءان، هناك من يعيش فوق الارض بعيدا تماما عن السياسه وهكذا يعيش في امان، والاخر تحت الارض في عالم في قسم كبير من السوريين وبشكل خاص اللي كانوا مقربين من النظام وبشكل خاص بالمؤسسه العسكريه ما كانوا يصدقوا ابدا انه في اعتقالات وفي ارهاب وفي اجرام والى اخره. كان معنا
بالسجن 12 واحد جايبينهم قادة كتائب كليتهم، وكلهم بعثيين، وكلهم جماعة حافظ الأسد، وكلهم مخلصين لحافظ الأسد، وهن بالسجن ما يقولوا للسيد الرئيس. فمرة عم قلهم أنا أنه أنتم متصورين أنه في هيك سجون واعتقالات؟ قال أبدا، كانوا يقولوا لنا أنه ما في اعتقالات، العمل إحنا مرعوبين هون، لأنه هن عزبوا عذاب الأول مال وآخر، لا يعترفوا أنهم عم يتواصلوا مع بعضهم. فاعترفوا كلهم أنه آخر مرة شافوا بعضهم سنة 1967 لما تخرجوا من الكلية الحربية، اعتقلوا بالثمانين، عزبوهم لقامة الساعة لا يعترفوا أنه هن مشتركين بمؤامرة أو متصلين مع بعضهم وإلى آخره. ثم يا سيدي طلعنا نحن من فرع التحقيق العسكري، الأمن العسكري بالعدوي على المزة، على فرع التحقيق ثم على المزة، وعلى أساس أنه هن قلوا علي دوبة اليوم بكرة بتطلعوا. بعد 9 شهور جابوا لنا يعني على المزة، وقعدوا 12 سنة ما صار معهم تحقيق أبدا. طيب، اعتمد إذن هو حافظ الأسد على الأليات التي تحدثنا عنها، سيطر على الجيش، الأمن، الرعب، آلة الرعب، وفي نفس الوقت من يريد أن يعيش بعيدا عن السياسة سيعيش في أمان إلى حد ما، إلى أن يقترب من السياسة. لكن حتى أقرب المقربين منه، يعني شقيقه رفعت الأسد، تم نفيه عام 84. يعني رفاق الضرب في اللجنة العسكرية تم وضعهم في السجن حتى ماتوا، وحتى شقيقه نفي في عام 84، لأن شقيقه حاول أن يقوم بانقلاب وأن ينتزع السلطة، ووجد في مواجهته تقريبا كل ضباط الجيش، كل ممثلين المؤسسة العسكرية، الجيش والأمن أيضا، واللي كان مشرف على إدارة المعركة بغياب حافظ الأسد، بمرض حافظ الأسد ضد رفعة أسد، هو علي دوبة. علي دوبة اتصل بقادة فرق وقال لهم تاخذوا أوامركم اللواء علي، فأعطى لقائد المخابرات العسكرية صلاحية أن يأمر ضباط الجيش في المعركة ضد رفعة أسد. رفعة أسد كان يريد أن يقوم بانقلاب عسكري يستولي على السلطة، وكان يريد أن يدفع ثمن لانقلابه العسكري للشعب هو رؤوس هؤلاء الضباط. فكان يقول أنه هذون فاسدين ورموز فساد، وهذون كذابين، وهذون نهزموا، وهذون نهزموا مرتين، وهذون كذا، وأنا بدي تكفيهم، بدي شيلهم، بدي حاكمهم، وبدي اسمح بالأحزاب، وبدي اترك الشعب، وبدي وبدي وبدي، مثل ما طيب مثل ما حكى أخوه، لا حرية الوطن من حرية المواطن. أي حرية الوطن حرية المواطن. حتى عام 85 كان حافظ الأسد يعني حازم ويقبض على الأمور بقبض الحديد، ويقال أنه بعد ذلك بدأ يهتم أكثر بعائلته. ثم دخلنا في التسعينات وبدأ مرض سرطان الدم. كيف كان رجل مريض يغيب عن الوعي لفترات من الزمن؟ كيف استمر في الحكم حتى عام 2000 حتى مماته؟ من يجرؤ على أن يقول أنا أريد أن أكون محل حافظ أسد؟ أعوذ بالله. أنت بتعرف يعني هيك كمان من قبيل النكتة، يوم مات بريجنييف الله يرحمه، الله يرحم مين؟ رسام جنيف؟ لا، رسام الكاريكاتير الفلسطيني اللي كان بالسفير، ناجي العلي. ناجي العلي رسم يوم وفاته صورته بالكاريكاتير ومكتوب تحتها والحي الباقي. إلى هذا الحد كده. فحافظ الأسد يعني تقريبا لليوم عم يحكم سوريا. هذا النمط اللي أنت شايفه من سياسات القمع والقتل والإقصاء والسحق وإلى آخره، ونمط أنه السلطة هي نقيض المجتمع، إذا المجتمع بده يقوم على السلطة معناتها المجتمع فعليا لا يستحق أن يبقى مجتمعا، لا يستحق أن يعيش. ما نحن كل تستدعونا وقالوا لنا إذا بدكم تهددوا النظام أو تتظاهروا ضد النظام، هذا النظام هو سوريا، ستزول سوريا، لن تبقى سوريا. حافظ الأسد هو اللي بنى هذه النظرية. قال له لسعد الله والنوس بلقاء جمعهم قبل ما يتوفى سعد الله بكم شهر، قال له أنا بفترض أنه أنا سوريا، ولما واحد بيحكي علي كان عم يحكي على سوريا، مثل ما لما واحد بيحكي على سوريا أنا بزعل أنه عم يحكي علي. فالرجل متصور حاله أنه هو متصور واستخدم كل ما وكل ما لديه من مساعدين وكل ما حوله من ضباط إلى آخره، يا ابن الحلال الأمين حافظ أسد النبي. طيب، لكن قائدنا إلى الأبد، رأوا القائد إلى الأبد في مراحل ضعف في السنوات الأخيرة. كان يبدو على شكله وعلى وجهه وعلى جسده الضعف، كانوا يعلمون أنه في غيبوبة يذهب، وأنه لا يسيطر وليس بنفس القوة وليس نفس الهالة. سيدي العزيز، سيدي العزيز، الزلمة درب فئة طويلة عريضة من أهل السلطة على طريقته بالحكم، دربهم كيف يكون النظام السلطوي وكيف يمارس كل واحد في موقعه هذه السلطوية. لما مرض وغاب حوالي 35 يوم
استمر الوضع بالبلد على ما هو عليه كأنه موجود، لأنه الآلة تعمل، رجل خلق آلة تعمل، وهي الآلة هي اللي عم تبطش بالشعب اليوم. نعم. هي التي تقتل الشعب السوري اليوم يا سيدي باسم حافظ الأسد أيضا، وقبل كل شيء باسم حافظ أسد وبرمزية حافظ أسد. أحد الضباط الكبار شفيق فياض بيقول له لواحد، السيد الرئيس جاب المصاري وهو بيوزع مثل ما بده، حر يوزع مثل ما بده، فقال له ذاك بس جاب المصاري باسم سوريا، قال له شو هي سوريا ولا اللي عم تحكي عنها أنت؟ قبل السيد الرئيس ما حدا كان يعطي لسوريا مصاري ولا كانت تسوى فرنك عند حدا. سوريا هي السيد الرئيس، والسيد الرئيس هو سوريا. غاسي المخ. طيب على كل الأحوال سرارة، سوريا ما بعد السيد الرئيس، ولكن ذلك في الحلقة المقبلة، وعملية توريث الحكم لرئيس بشار الأسد. شكرا لك المثقف والمعارض السوري السيد ميشيل كيلو. أهلا وسهلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتظرونا في الحلقة المقبلة. في رعاية الله.